حاجة سؤال. عاود لينا شنو المشكل؟ والمشكل ديالي راه معروف. لا سيدي، حنا اللي السلام عليكم، بعدا حنا اللي داخلين فهاد القضية ديال الخزنة الحديدية هنا في أكادير. هنا في مدينة أكادير. دوك الناس اللي هما أحرار دابا هما سيدي هما اللي دبروا لهاد العملية، هما اللي صيفطونا، بغاو دوك الوثائق ديالهم، هما اللي خداو الوثائق ديالهم، هما اللي استافدوا من هاد الوثائق. حنا ما خدينا حتى شي حاجة، خدينا السجن. هاد الناس كنتو كتعرفوهم من قبل؟ كنعرفوهم من قبل، نعم. وقالوا لكم غتفقدوا هذه العمليه؟ ايه، هما طلبوا منا هاد الوثائق، قال الله يجزيكم بخير، هاد الوثائق راه كاين في البيرو ديال الحفظه ديال، اسمع، في البيرو ديال هاد السيد هذا، بغينا هاد الوثائق. واحد بغى هاد الوثائق باش يخبروه في الحبس لواحد المحامي مع برلماني سابق، مع رجل اعمال، بغى هاد الوثائق باش يغرقهم السيد في الحبس، مول الخزنه بيناتهم نزاع. الاخر بغى شي عقود وشي كمبيالات وشيكات، راه تسلمهم هذاك، تسلم العقود ديالو هذاك، راه تسلم دوك الوثائق اللي بغى ديال الشركات. وفعلا راه زادو الحبس، كان محكوم هو 4 عام، راه زادو عام ونص اخر ديال السجن من بعد ديك العمليه. من بعد ديك العمليه شنو استفدتوا في ديك العمليه؟ استفدنا الحبس في الاول. شنو قالوا لكم غيعطيكم فاش غتنفذوا ديك؟ حيت كنهضروا، قال لي كل واحد يعطيك بارتمان 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 لواحد فينا. شحال انتم؟ 4 على 3 الناس، 3 الناس، بارتمان بارتمان لواحد، واحد الطرف ديال الفلوس، كل واحد عطينا طرف الفلوس ما حدوش لينا. وقبلت؟ مهما جبنا داك الشيء راه قبلنا. ايه، مشينا لفتنا داك الدراق واقتحموا البيرو، هزينا داك الوثائق كلها بدينا ليه ديالو. من بعد جاو ماشي تشدينا، دابا جلسنا عندهم في الدار وخططنا لهاد المساله. قال لك اودي راه حنا دابا هاد السيد اللي خدينا له هاد المسائل ديالو، راه بيننا وبينه نزاع، غادي نديرو واحد المسرحيه. قال لك اسيدي غادي نديكلاريو بكم باش يحميو راسهم هما، لان قال لك اودي هادشي تعرف باللي تسرق وكان عندنا راه غادي نتورطو. قال لك حنا غادي نديرو هاد العمليه بيناتنا، غادي قال لي داكشي كلشي اللي قلنا. قال لك غادي نديرو هاد المساله، غادي نديرو بكم شكايه، غادي نديرو بحال قلنا نعطيكم الفلوس، غادي تجي الفرقه الوطنيه يعتقلكم، من بعد 48 ساعه غادي نخرجوكم. فعلا درنا نفس المثل، داكشي اللي قالنا كلش درناه، لان الناس كنعرفوهم وثقنا فيهم، فهمتيني. ما عطونا ولو واحد، اللي عطانا 3000 درهم فيهم قبل ديك الساعه. قبل من بعد درنا معاهم هذه العمليه، فهم باش تشدينا تعتقلنا. قال لكم يعني اتفقنا ما نذكر لا سرقه لا والو. قالنا قولوا لقيتوا هذا الشاك في الفلان، الشاك هو اللي فجر هذه المساله دابا. هذاك الشاك اللي عطينا هذاك السيد هو اللي فجر هذه القضيه. خاوي سيني ابلو ديال شركه، لا خاوي سيني ابلو، خاوي ديال شركه. صافي هزوا بنا في السجن، فاش كنعيطوا عليهم ونعيطوا عليهم ونعيطوا عليهم، قالنا سمعوا. ديك الساعه ما عمرو جاو لعندكم ولا سولوكم؟ تعتقلنا، دوزنا 48 ساعة، مشينا عند وكيل جلالة الملك، مشينا عند وكيل جلالة الملك نصره الله، سولنا، عاودنا ليه داكشي اللي قال المحامي. قال لك خص هذا المحامي يجي دابا. المحامي ما تلسول فينا، لا حنا تما زاد بحالو. دوك اللي داروا بينا الشكاية، قضا غرض زاد بحالو، كنعيطوا عليهم من السجن حتى واحد ما كيجاوب، كنصيفطوا لهم الناس من هنا تتكلم، حنا حمينا روسنا. صافي خلاونا شنا راسنا غادي نطرموا في طرموا في الحبس، علاش حتى هما ياخذوا المصير اللي خدينا حنا؟ ومازال هما استفدوا، حنا ما استفدنا والو. البارتمون اللي قالوا لكم ما عطاوهاش 3000 درهم اللي خدينا عند واحد فيهم، 3000 درهم حنا 3000 درهم لواحد. من بعد ذكرتوا الاسماء ديالهم؟ حتى ما يديروا معنا شي حل، حتى ذكرنا الاسماء ديالهم في المحكمه، زنا عند قاضي التحقيق، عاد بداو كيقلبوا علينا وهما كيصومونا. برؤونا قال لكم انا نعطيكم باش تبرؤوا، يعني ما بقاش الثقه. لو كانت الثقه من الاول راه قالوا برؤونا غادي نبرؤوا، ما بقاش الثقه. صافي خلونا في السجن.
من بعد دابا كيدوزو الجلسة كيدوزو كيدوزو جلسة طويلة كيدوزو، وكنا حنا اللي تمنشفو دير هاد القضية هادي. وانتوما تحكمتو بشحال اربع حنا تحكمنا في الأول بست سنين، سنين. ومن بعد حيدو لنا عامين في الاستئناف، بقات عندنا 4 سنوات، وهما تحكموا بسنة. عام هما اللي مستافدين، هما اللي مستافدين تحكموا بعام، وحنا اللي ما استفدنا والو والو، تحكمنا ب4 سنين. ما هذا الحكم انا ما عرفت كيفاش داروا ليه. شحال دوزت سيدي؟ 3 سنين و4 شهور. 3 سنين و4 شهور. جاتني عفو ملك سامي من في ديال 8 شهور، خرجنا حنا جوج وواحد راه بقات لنا. ما استفدش هو من العفو، ما استفدش من العفو. ودابا تواصلتي مع هذوك الناس مازال هضرتي معاهم فاش خرجتي؟ مع من؟ مع هاد الناس اللي صافي. لا ما تواصلت مع شي واحد. ودابا شنو الرسالة تاعك؟ الرسالة ديالي هاد الناس اللي صيفطونا للسجن واستغلوا نقط الضعف ديالنا، المصير ديالنا ياخذوا نفس المصير ديالنا. حنا كنطلبوا من العدالة ياخذوا هاد الناس الحق ديالهم، انا ثابت عليهم هاد الشيء. هما واش عندهم النفوذ؟ علاش ما كاينش؟ راه معروفين، راه كتسمع رجل اعمال في اكادير وبرلمان سابق ورجل اعمال حتى هو، راه ما عندهم نفوذ، راه عندهم السلطات، راه عندهم السلطات. حنا شوف، الا كان المغرب يعني اللي عنده السلطه وعنده النفوذ وعنده المال ياكل القوي ياكل الضعيف، الله اعلم ما عرفتش. حنا مغاربه وحدين، عندنا قانون واحد، ما كاينش قانون ديال واحد لاباس عليه وقانون ديال واحد ما عندوش. خص يكون حنا عرفنا كاين قانون واحد، وحنا كنثقوا في القضاء ديالنا، وحنا تحت الرايه ديال المغرب ديالنا، وحنا تحت الرعايه ديال جلاله الملك الله ينصرو. هاد الناس ياخذوا الجزاء ديالهم كما خدينا. الله يشكرك على السلامه.